دلوقتي هنزل مقادير وصفه كده خفيفه هقدمها جنبها، وصفه الشعريه الحادقه دي جميله جدا، حاجه بديل للرز بقى. تعالوا كده نقول المقادير بتاعتنا وهشتغل فيها جنب حضراتكم. عندنا الشعريه المفلفله اللي بالقرفه، عندي شعريه اي كوبايتين ثلاثه على حسب عدد افراد الاسره، عندي عايزين تحطوا معاها خضار زي الجزر زي الكوسه زي اي نوع من انواع الخضروات، مفيش مشكله. في ناس على فكره بتعملها باللحم، يبقى عندها لحم مسلوق وتبدا تعملها باللحم، بس لازم اللحم يكون مسلوق، وبتسقي بمرق اللحم في الشعريه، ما بتحطش ميه بقى. فبتبقى وصفه جميله بتتقدم في المطاعم، او مش المطاعم، بتتقدم في الاوتيلات في الاوبن بوفيه، بتبقى الحقيقه من الوصفات المحببه وبتبقى يعني جميله جدا، انا بحبها جدا الحقيقه. طيب عندي كمان قرفه باودر، عندي مستكه، عندي ورق لورا، عندي حبهان وملح وفلفل. هي وصفه بسيطه وجميله. تعالوا كده نقول بسم الله. هاخد الاول كميه من الزيت، وطبعا ممكن اطعم بمكعبين من الزبده تدي طعم وتيست، او معلقه سمنه زي ما انتم عايزين كده. هاخد اربع فصوص من المستكه ادوبهم لانهم لازم يدوبوا في ماده دهنيه الاول، وبقلب هنا مع حضراتكم الايه البيضات الحلوه دي اهي، شايفين ازاي كده. بصوا بقى هنعمل كالاتي، دابت هاخد رشه بسيطه بس من القرفه تدي تيست، وهاخد مكعب او مكعبين من الزبد، انزل كده كميه الشعريه. بصوا الريحه روعه، شويه القرفه اللي في الاول دول بقى بيدوا طعم يجنن. اللي مش عايز نسبه دهون ممكن يحمصها في الفرن يستفيد منها اكتر. لا انا بصوا هعملها كده جميله ازاي، انا اعتقد مش محتاجينهم، يعني اللي عايز يعمل كده يعمل كده مفيش مشكله. بصوا بقى نطلع كده الوحدات الحلوه دي. لا خلاص كده، بصوا هنشيل بقى ده. حاضر بسم الله، وتعالوا بينا هنحمر تحميره كده حلوه مع الزبده دي. انا ممكن اقرب هناك، شايفين؟ تسلم ايديكو حبايبي، تسلم ايديكو، الله يخليك. طبعا ايه تهدى بس شويه، وبعدين نجيب طبق كده صغير وممكن ايه نقطع عليه واحده بس تهدى شويه. عشان هي لسه سخنه قوي، سخنه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اهي. جميله صراحه، يعني خلينا ايه نعمل كده وناخد القمر دي اهي، تبقى شكلها كده، ونحمص بقى الشعريه بدل ما تتحرق اهو. بسم الله لحد ما يبقى لونها ذهبي كده وحلو، شايفين بعد ما اتقطعت جميله ازاي كده. الله تسلم ايديكم كده، شايفين حمر بقى الشعريه تحميره حلوه كده. تسلمولي والله، شكرا ليكم. ادي الايه الكور اللي حضراتكم شفتوها، البيض الاسكتلندي، طريقه بسيطه. طعم اللحم كمان هيعجبكم ان شاء الله. معلقه المستردة اللي حطيناها دي، او بذور الخردل، او في ناس ممكن تستخدم كمان الديجون ماسترد اللي هي نوع من انواع الماسترد، بيبقى حبوب كده جميله قوي، ليها طعم كده وتيست حلو. كمان مع البانيه بتبقى حلوه، مع الكاردون بتبقى حلوه، كاردون بلو بتبقى روعه، مع مثلا التشيكن كيف او اللي هو الرولز بتاعت الفراخ المحشيه زبده وفيها شويه بقدونس، يعني شويه اعشاب كده كده. نحمص بقى احنا شويه الشعريه دول ايه هنا بقى، هقلب بس لما اوصل للدرجه اللي احنا متفقين عليها، تاخد شويه لان احنا حاطين كميه شعريه
لحد ما تبقى ذهبي. طبعا ما بتاخدش وقت في السوى، 5 دقايق بتكون استوت. اللي عنده لحمه مسلوقه وعايز يحطها مع الشعريه دي الحقيقه بتبقى رائعه، يعني نسلق اللحمه ونسقي من مرق اللحم مع المنكهات بقى اللي احنا هنحطها، فصين حبهان وورقتين لورا، وطبعا حطينا المستكه في الاول، وهنديها كمان شويه قرفه حلوين بس لما تتحمر كويس، وبعدين نسقيها المرق او الميه. دي وصفه كده خفيفه وجميله وطبق محبب. اللي عايز بقى يحط معاه مكسرات، يحط زبيب، اللي عايز يحط قطع لحمه مكعبات صغيره مسلوقه وباقيه عنده ويدخلها في الطبق ده، مفيش اي مشكله خالص. بصوا ازاي اهي، هنا بقى بصوا بدات تسيح. طبعا اهم حاجه شوكولاته تكون متقطعه مكعبات صغيره. لما باجي اعمل الجناش دايما بغلي الكريمه الاول او اللبن الاول، وبعدين ابدا اضيف عليه الشوكولاته وارفعه من على النار واقلب. لما بقلب بالشكل حضراتكم شايفينه بهدوء بتبدا ما تتحرقش مني الشوكولاته وما تتقفش، ما تتجمدش يعني، ما تمسكش. فاديها بس وقتها ودرجه الحراره المناسبه ليها. عايزه اقول لكم التعامل مع الشوكولاته ده حساس جدا. الواحد لما راح واخد كورسات للحلويات وشاف الناس قد ايه اللي بتتعامل مع الحلويات، ده مش اي شيف كده ينفع حلواني كده، لانه في الشيفات هتلاقوا الشرقي والغربي واللي بيتعامل مع الشوكولاته، مش بيتعامل مع الشوكولاته ده تلاقوه حد حساس جدا، حد فاهم كويس قوي ويفهم ان الشوكولاته دي ليها تعامل خاص يعني. درجات الحرارة وازاي يفردها وامتى يشيلها وامتى، يعني حاجات كتيرة جدا. فدي ابسط الطرق اللي احنا يعني حبينا نوريها لحضراتكم. بصوا الشعرية بدأت تاخد اللون، لسه باقي فيها كام واحدة لسه ما خدوش اللون. نحمرها حلو اهو، شايفين اهو، نزل بقى دول كده هنا كده، يعني ايه تمام. ميه هنا بسخن ميه عندي بقى، طبعا احنا لو عندنا مرق هيبقى افضل. شايفين روعه الشعريه دي جميله، بديل الرز. الله على البيض وجماله، الله الله على الجمال، والله تسلم ايديكم. تسلم ايديكم. هاخد مكعب كده بقلب بقى الشعريه الحلوه دي. بصوا اللون، يلا هنبدا ننزل على الشعريه. هحط هنا كده، ميه بتغلي، بسم الله، ادوب بس كميه المرق، احط رشه فلفل، هقلب رشه القرفه وهقلب، بسم الله. هدي النار بس خلاص، انا مش محتاجه اكتر من كده عشان تطلع معايا شعريه مفلفله. شايفين الميه هتبقى في مستوى الشعريه اهو، بس كده. شكرا جزيلا. هنهدي بقى عليها ونغطي الغطا بتاعها حالا اهو. بصوا شايفين الجمال، سيبوها بقى اول ما تتشرب تماما خلاص هي كده هتبقى استوت. بصوا تعالوا بقى نقدم الايه، القمر ده اللي ريحتها جايبه اخر الدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اجيب بس الاول ملقاط، لا ممكن اخد من دول. بسم الله، بصوا بسم الله، شايفين 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 الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم. بالمرق بقى، لو يا سلام فيها بقى مكعبات لحمه، يا لهوي على الجمال، بسم الله.
انا بهديه عشان كده، شايفين؟ ايوه شايفين حضراتكم وصفه الطبق الشعريه دي. يا نهار ابيض، عايزه اقول لكم دي في العزومات بتبقى جميله جدا، وفي رمضان بتبقى من الاطباق الرئيسيه في اماكن كتير. شوف بس الحبه هنا دي، يا نهار ابيض. تعالوا بقى نشوف شويه مكسرات كده على الوش. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. يا خبر، لازم تدوقوها، رائعة. أنا ضعيفة جدا قدام الشعرية دي بصراحة، من الحاجات الجميلة جدا. تعالوا بقى نقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم.